تقرير نزلته صفحة فيسيولوجي توداي عن دكتور مشهور جدا في عالم نفس اسمه دكتور جون جودمان. دكتور جون جودمان بقى قال لك ايه؟ ايها الستات والرجال المتزوجون، هو ما قالش كده طبعا، انا بألف من عندي حبة حاجات عشان خاطر يعني يعمل سبايس. المهم الراجل ده قال لك في 4 عوامل او 4 يعني نقول ايه، انذارات لو موجوده في العلاقه بينك وبين جوزك اعرفوا ان انتوا مش هتكملوا مع بعض، ان العلاقه دي بايظه بوظان لدرجه ان احنا مش هنقدر ان احنا نصلحها. تخيلوا لما عالم نفس يقول 4 حاجات لو موجوده في اي علاقه هو انذار رسمي وصريح وشديد اللهجه بأن هذه العلاقة علاقة غير حضارية، علاقة مصيرها الانفصال، علاقة غير مكتملة أو لن تكتمل. إيه الشيء أو 4 حاجات لقاهم مشتركة وأكثر العوامل اللي بتكون إنذار للزوجين في البحث اللي عمله ده؟ أول حاجة الانتقاد. لما يبقى شريك حياتك طول الوقت هو ما بيقولكش غير كلام فيه نقد، وأسلوبه في العتاب أسلوب منفر، وطول الوقت انتقاد، طول الوقت تقليل، وطول الوقت فيش كلمة حلوة أو بقول بطريقة مش حلوة. الانتقاد ده شيء سيء جدا جدا، وأكتر حاجة ممكن بتدمر العلاقات. وعندنا مثل مصري بيقول اللي يقول لمراته يا عورة يلعبوا بيها الكورة، واللي يقول لها يا هانم يقفوا لها على السلالم. معنى الانتقاد ايه؟ انا لو اديتكم مثل بسيط جدا، زي مثلا انت ايها الزوجه الجميله جوزك نسي يطمن عليكي بالليل وراح قعد مع اصحابه في القهوه، وانت كلمتيه ما ردش لانه هو كان ساعتها بيتكلم فعمل سايلنت للصوت وما ردش عليكي. ما ينفعش يروح البيت تبقي من اول ما هو داخل لغايه ما هو داخل ينام وانت بتقولي له وازاي؟ واصلا انا اخر اهتماماتك، واصلا انا مش اصحابك، وانت كل مره وكل اسبوع تقعد تعمل كده، والاسبوع اللي فات فاكر عملت كده برضه، الاسبوع اللي قبليه عدتك ولا هتشتريها، عدك ولا هتشتريها. هو ده اللي هيخرب البيت. كبري دماغك وتكلمي لو مش قادره بس وقت تاني، والوقت يبقى باسلوب مختلف، بلاش التبكيت وبلاش النقد اللاذع، واصل وانت ومن شهر وجبت. يا جماعه الكلام ده خلاص بقى بيبوظ العلاقات بجد. ايه تاني؟ ربنا هذه مفيده يا جماعه، مفيده بتقول كلام لا انا مش هقدر دلوقتي اقول له انت غلطان، انت لا كان بس المفروض تعمل كده، بس انا بقول احنا دلوقتي خلاص وصلنا لان الدنيا دي بتبوظ، فلو الدنيا دي بتبوظ لازم يبقى في حاجات بتبوظها غصب عنها. انا ما بقولكيش ما تكلمهوش، لكن انا بقولك لو احنا بعد كل اللي اتعلمناه طلعنا من حاجه في الموضوع ده، هو ان الراجل راجل ومش هيتغير، وبيجي وقت القعده في القهوه مع اصحابه بيقلب طفل صغير وبينسى ادق التفاصيل. هل ده معناه خيانه؟ لا انا ما بقولش ان هو خيانه، لا لكن معناه ان انا ومش ما معناه اروحش تقصير على كده، على انت فكره وانت برضه. وين لا في طرق تانية نقدر ناخد حقنا فيها وناخد اللي احنا عايزينه من غير، لان في رجال اصلا الطريقه يا الجوز جماعه بوث الطريقه ويز. والوقت خلي احنا بالك سؤال، بنقولها ازاي، امتى، فين، باي طريقه، باي اسلوب، دي حاجه مهمه جدا. ومش بس العتاب كده، مش طول الوقت عتاب وحساب ونفس الكلام ده بيعمله الراجل. ايوه الجوز ما بوث هو ويز، يعني احنا اي بنتكلم اذا الست كان ده او ده وبنتكلم الراجل، يعني الراجل برضه كفايه هو عيب تبكيت. انساني ايا ما كان ست راحت لاهلها يا سيدي اتاخرت نفسها تقعد مع امها شويه، وانت انا قلت البيت يبقى في الساعه كذا، وفين اكلي، وانت اصلك يا هاني نسيتي وده مش اول مره، وانت على طول كده اهلك هم اهم حاجه عندك مش اصحابك هم اهم، ايه موضوع اصحابك؟ ما هو نفس الفكره، الكلام ده بيودي في داهيه، الكلام ده بيبوظ علاقات. بس تاني حاجه قالها فكره الدفاعيه، اللي هو انا بدافع عن نفسي طول الوقت، انا حاسه ان انا مظلومه طول الوقت، انا ببرر طول الوقت، ببرر الغلط بشكل مبالغ فيه، وعلى طول بدافع عن اي حاجه قدام الشريك
فده بيعمل فجوه، لان انت طول الوقت مظلومه وطول الوقت بتشتكي وطول الوقت مش سعيده وطول الوقت يعني مغلوبه على امرك، برضو ده مش حقيقي ومش اسلوب حلو في التعامل في كل العلاقات، فما بالنا بالجواز. تالت حاجه الازدراء، يعني ما ينفعش اتنين بيكونوا بيتكلموا مع بعض ومختلفين في حاجه، فابتدي انا راجل او ست ابتدي اتكلم بشكل سخري، اه ما انت ام العريف، اه ما انت ما فيش غيرك بيفهم، اه ما انت اصل احنا لازم نسكت وانت تتكلم، اه ما انت لازم تعيشي في دور ان انت سيده القصر وانت اللي مسيطره على الموضوع. السخريه من الاخر في الخناقه او في مشكله انتوا بتتكلموا فيها تؤدي الى الطلاق، الكلام ده ما بيتنسيش، لا الست بتنسى ولا الراجل بينسى. الازدراء ده من أسوأ الصفات، كمان التطاول بالألفاظ، إن يكون في شريك بيتطاول على طول الوقت على الشريك وهو شايف إن ده شيء عادي وشيء طبيعي، آه مراتي وأنا تمام عادي إن أنا أقولها كده، أنا مش باهنها، بالعكس ده يعني كأنه مثلا بيطبطب عليها وكأنه بيفتخر عادي إن هو بيعمل كده، وهي كمان يبقى عندها ممكن، بس دول نسبة قليلة قوي من الستات اللي بيبقى عندها ده إنه عادي. ساعات يعني ساعات الست بتهين جوزها بتقول أنت كذاب، بطل 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 استهبال بطل حركة، دي كمان اسمها إهانة على فكرة، يعني ده نوع من وعدم الإهانة، احترام طبعا، يعني دي من يعني زي ما هو ممكن يتطاول عليك بالألفاظ الطريقة دي إهانة للراجل، فبرضه لازم نبقى واخدين بالنا. من ضمن الحاجات بقى الأخيرة مد الإيد، قال لك العلاقة اللي اتكتب لها النهاية عندما يحصل فيها مد الايد من اي طرف، الرجل للمرأة او المرأة للرجل. طبعا كده احنا مضينا شهادة وفاء العلاقة دي بالظبط، لان ده إهانة للانسان، الانسان مكرم اصلا سواء كان راجل ولا ست، ففكرة التطاول بالالفاظ او بالايد او ان انت ترمي بحاجة او دي مش من الانسانية، كده انت انسان ما عندكش كنترول، ما عندكش انسانية، فلا تصلح لان انت لا تكون زوج ولا تكون صديق ولا تكون اي حاجة خالص. طيب الحاجة المشتركة برضو فكرة الانسحاب المفاجئ، انه فجأة يبقى الشخص ده مش موجود كأنه ما كانش، كان هنا وراح، ان انت قررت فجأة ان انت تنسحب وتمشي بشكل مفاجئ، اكتر حاجة بتهد العلاقات او من الاكتر الحاجات هي الانسحاب المفاجئ غير المبرر. خلينا نقول ان دول اكتر حاجات الطب وعلم النفس قالوا انها ممكن تدمر العلاقات، خلي بالكم من الكلام اللي احنا بنقوله، اسمعوه كويس، زنوه، لو في حد من اصدقائنا اتفرجوا علينا عندهم واحد او اتنين من النقط اللي احنا قلناها، حاول ان انت تلحق نفسك، طول ما احنا عايشين ممكن نلحق نفسنا.